منطقة جبل النظيف تقع في قلب عمان، عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، وتبعد عن عمان الغربية أقل من 10 دقائق، ولكن تختلف كثيراً عنها. النظيف تكتظ بالسكان، فيها كثافة سكانية عالية جدا، يعني جبل النظيف يقارب ما فوق 100,000 عدد سكان في جبل النظيف. النظيف بناء عشوائي ومتقارب. إذا جينا على الدخلات يعني بسيطة، طلعوا شو المنظر، قديش يعني الدخلات هذه؟ كل بيت فيه تقريبا بجوز مش أقل من 8 عائلات، 6 عائلات، 7 عائلات، لأنه الأب وأبنائه وبناته متزوجين بكون في نفس المنطقة. النظيف لا يوجد فيها مخفر شرطة. اللي بينقص جبل النظيف مركز أمني يحافظ على النظام، لأنه فيش نظام بالمرة بجبل النظيف، ومركز صحي بس. النظيف لا يوجد فيها مركز صحي. مشاكل مشكلة النظيف الاكتظاظ السكاني بنعاني منه. إحنا بروح من شغلي مثلاً أنا الساعة 12 واحدة بالليل بدي أرتاح، ما في راحة. ليش؟ يا في طوشي بالشارع، يا فلان بدي صحي أخوي يروح معه على الحسب الساعة 3 الصبح، يا فلان بدي روح أشتري لباكيت، بدي نادي على واحد مثلا صديق له لازم ينادي عليه صحي الحارة كلها مشان يناديه. يعني ما في تنظيم، ما في نظام. إلي 15 سنة ساكنة بالنظيف. الصيفة مش كويسة، وخاصة بالشتاء كلها بصير وحلة وكلها مش كويسة. يعني لو يزفتوا هون وينظفوا هون ويحطوا لنا مغفر، يحطوا لنا زبطوا لنا إياها. نفسي هيك من يوم أطلع من بيتي ألاقي أرصفة جديدة وسوارع جديدة وهيك، وشجر ومسجر شغلات مثل هيك، شوارع نظيفة مثل هيك، يعني عشان يعني الواحد تجذب الواحد انه يطلع يتمشى. النظيف محتاج لمغفر، لانه في عندنا مشاكل كثير. يعني الواحد اذا طلع بالليل بخاف، يعني اذا بدي ابعت ابني يشتري شغله بخاف عليه، بضل قلقان قبل ما يرجع، او حتى انا اذا بدي اوصل من هون لعند المقبره اغلبيتها بتكون زعران، بخاف اطلع لحالي بالليل، لو حتى احتجت شغله وما عندي حدا ما بقدر يعني اطلع بالليل لحالي. ضروري لازم يكون مخفر في جبل النظيف، لانه يعني يطلع الاطفال في الليل الصبح يروحوا يشتوا يطلعوا بامان، ما يخافوا منه انه هون في زعران، انه في اولاد بيسرقوا، اولاد بيسووا بالاولاد اشي، عشان هيك بنخاف عليهم. يعني بتكوني لما يروحوا يشتوا الشغله بتكوني انت معهم، يا بتكوني انت ماسكتيهم، يا بتكوني قلقانه لما يجوا، ضلك قلبك يغلي عليهم لما يجوا. والله في شوارع خسرة تقريبا، النزلة هاي اللي نزول هاي من هون عند الكوربة هاي الأول النظيف، هاي منطقة خسرة جدا، فأرجو إنه يعني تعملوا مطبات فيها. ونحن كيف نساعدهم؟ سمعت إنهم نزبطوا مدرسة عاتكة، ترميم مدرسة عاتكة بنت زايد. أنا بدرس مدرسة عاتكة بنت زايد. أنا بمدرسة عاتكة. أنا بمدرسة عاتكة. رح يعملونا إن شاء الله شغلات كثيرة، اللي هي من ضمنها صيانة العامل النوافذ، صيانة المبنى الخارجي، رصف الساحة، أرصفة، رفع شبك حماية للسور، وأمور أخرى يعني وعدونا فيها ضمن الإمكانيات. عرفت انه راح يظبطوا مدرسة عاتكة، يعني حطوا لها شبابيك وضوء عشان ما كانش الضوء مناح،
كانوا كل يوم يركبوا لها ضوء وحطوا لها كهرباء منيحة، وبعدين دهنوها. تأسيس مركز أمني. كل يوم الصبح بطلع على الجامع طارق بصلي، بألقاهم كلهم سكرانين الصبح والعشاء. شو أقول لك يعني؟ ها جبل النظيف جيبي له مغفرين، هنا بدهم مغفرين. تأسيس مكتبة للأطفال. لا، محتاجين لمكتب إن شاء الله نتعلم فيها وش يعني، ونعلم الأطفال كمان منها. ومسرح للأطفال. بس أنا مبسوط كتير. صيانة الشوارع والأرصفة. بدهم يهدوا الأرصفة ويحطوا شجر ويرتبوا ويصير نظيف ومنيح. يا ريت تعملوا هيك يعني، يصير النظيف راقي كويس، خاصة المنطقة هاي تصير منيحة. يا ريت تعملوها. ومكتب بريد. واحنا يعني ننظر اللي احسن واللي افضل ان شاء الله. ما بصدق لحد ما اشوف عيني.